قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. جينا لكم طاوله دابا جديده، جابوا لكم طاوله جداد وغيرها. يلاه سير وخرج ياك. ملي كيعطيونا شي حاجه اش كنقولوا لهم؟ شكرا. زينب زينب جزاكم الله خيرا. يلاه كتاخذ كتاكلوا هذا كتاكلوا وغادي ترضعكم ما غاتاكلوا ياك عند ماما قبل الصباح فرق عليكم. الله يسلمك. بسم الله كنقول بسم الله. يلاه بسم الله. كلكم غتاخذوا كلكم. لا ماما كلكم. لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنشكروا هذه الجمعية هذه اللي تقدمت لنا بهذه المبادرة الطيبة هذه، جابوا لنا هاد الطاولات هادو باش نقريو الوليدات وداك الشيء إن شاء الله. احنا عندنا رود ديال الدراري الصغار كتاب قرآني. كنشكروهم الله يجازيهم بخير على هذه البادرة الطيبة. وفرحوا لينا الوليدات، فرحوهم، عطاوهم هدايا وجابوا لينا هاد الطاويلات هادو. كنشكروهم بزاف. حنا هنا في منطقة الشلالات راكم عارفين بأن القضية ضعيفة شوية والناس ضعاف وداك الشيء، والناس عاونونا جمعية زنات الله يجازيهم بخير. كنشكروا الأخ سيد بوصابون، كنشكروا الإخوة المرافقين له، وكنشكروا هاد الإخوة اللي عاونوا في حمل هاد الطاويلات وداك الشيء. يا ربي يلا الله يعاون. السلام عليكم. كنشكروا هذه الجمعيه اللي فرحتنا بها الطاويلات. المبادره هذه كانوا عندنا طاويلات قدام، جابوا لنا طاويلات في المستوى. كنشكرهم الله يجازيهم بخير والله يوفقهم للخير. اولا كنشكر جمعيه نهضه الزنات على هذه المبادره اللي قامت بها الطاويلات، لان عندنا في هذا الحي هذا عندنا بعض الروض ديال الاطفال، بعض الدراري كاينين اللي ما كيبركوش في هذه الطاويلات، كاين اللي كيبرك على الحصيره، كاين اللي كيبرك على الصنادق. جات هذه الجمعيه بادرت بهذه العمليه ديال الخير، وكنتمنوا ان شاء الله من هذه الجمعيه باش تجي مره اخرى ان شاء الله وتجيب لنا السبورات وتجيب لنا الكراسه وتجيب لنا بعض المسائل الاخرى اللي كيحتاجوا ليها هاد الدراري، هاد الوليدات، هاد الوليدات اللي في هذا الحي، لهذا الحي اللي كيتحسب من الاحياء اللي ناقصه شويه من الجهه ديال التمدرس. وشكرا. في اطار حلول الموسم الدراسي 2018-2019 كننظموا واحد المبادره، هي مبادره جديده بالنسبه لجمعيه نهضه الزنات للتنميه والتضامن، وهو توزيع الطاولات المدرسيه خاصه للكتاتيب القرانيه او ما يعرف بروض الاطفال بمنطقه الشلالات. هاد الكتاتيب المدرسيه اللي كتعرفوا حدا اولا تهميش، كنحاولوا حنا باش ندعموهم بهذه الطاولات المدرسيه، لان قبل كانوا الاطفال كيجلسوا على طاولات هشه. كنحاولوا باش نوزعوا لهم الطاولات بمساعده. اولا كنشكروا بعد هذه المناسبه مؤسسه الاتحاد بمنطقه عين سبع اللي هما اللي قدموا لنا هذا الكراسي، وهي مستعمل ولكن كراسي جيده. وبالمناسبه كنشكروا الرئيس المديره العامه لهذه المؤسسه. اولا هذه العمليه غتشمل اولا منطقه ثلاث يعني مؤسسات، خاصه الكتاتيب المدرسيه بمنطقه الشلالات، خاصة بمشروع الصفا بمنطقة الشلالات. هذا المشروع هو اللي هو جديد، وهو كان اللي يعرف واحد الهيكلة جديدة، وجينا نقدموا لهم هذا الكراسي. والحمد لله كنتمناو إن شاء الله هذه رسالة نوجهها، هو أول الاعتناء بهذه الكتاتيب المدرسية اللي كتعاني واحد، لأنها كتعاني واحد المشاكل خاصة فعلى مستوى الدعم. ما عندناش واحد الدعم، كنتمناو كمؤسسات خاصة التربية والتعليم باش يساعدوهم، او المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ان شاء الله اللي غنحاول باش نقدموا انا كعضو في اللجنه المحليه باش نقدموا لهم بعض المشاريع لهذه الكتاتيب المدرسيه على مستوى منطقه عين حروده والشلالات، لانها اولا كتساهم في دعم التمدرس او قبل الولوج التلميذ او الطفل الى مستوى الاول من التعليم الاولي. كنحاولوا باش ندعموهم وان شاء الله كنتمنوا ان شاء الله، لان هذه الكتاتيب كتحتاج كذلك بعد الحاجيات
حيت خاصه بالصبورات، خاصه بعض الادوات كالكراسي او المكتب الخاص للاستاذ او المدير لهذه الكتاتيب المدرسيه. نتمنى ان شاء الله ان نزور بعد باقي الكتاتيب المدرسيه او القرانيه على مستوى منطقه الشلالات وعين حروده، وشكرا.